السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملوا لايك كتير كتير للفيديو حبايب قلبي. كده النهاردة معاكم اليوم من اوله، يعني ولحد ما هنروح يعني نرجع البيت تاني. اهم حاجة متنسوش اللايك بقى. النهاردة كده كانت ماما راحت تجدد بطاقتها يعني وكده، كانت انتهت فكانت راحت تجددها، فخليكم معانا بقى ونشوف هنروح فين وهنعمل ايه. خليكم معانا. هنا كده احنا كنا واقفين على الطريق مستنيين توك توك وكده يعني، فكنا واقفين انا ورميساء وماما برضو. فكانت بقى ايه، رميساء كانت قاعدة تهزر معايا وكده يعني عبال ما التوك توك يجي. كنا يعني كده حوالي الساعة 8 الصبح كده يعني، أول مرة يعني نصحى بدري يعني وكده، فما كناش فايقين. هنا بقى كده كان التوك توك يجي، فهنا بقى كده وقفناه وركبنا. كنا قاعدين نهزر برضه انا ورميساء ونتكلم كده، وكانت قاعدة تضحكني طول ما احنا ماشيين. انا مش فاكرة هي الصراحة كانت بتقول لي ايه، بس هي كانت بتضحكني يعني. قاعدة تضحكني برضو. هنا كانت بتحضن على ماما كده وبتبوسها تقول لها قولي لهم اعملوا لايك، فماما بتقول لكم اعملوا لايك اهو. تقول لكم باي برضو. هنا بقى كنا وصلنا عند السجل، فما كنا معرفناش يعني، ومعرفناش نعملها هناك يعني وكده، كان زحمة فقلنا نتأخر وكده يعني. فركبنا بقى كده الباص ورحنا تكرنس، هنعملها في تكرنس. هنا بقى كنا كده بنصور لكم الطريق واحنا ماشيين بالعربية. هنا بقى رميساء اللي كانت بتصور تقول لكم باي. ده واحنا ماشيين كده في الطريق يعني، الناس يعني مثلا بيركبوا من ديكر بقف نص الطريق يعني، اللي عاوز ينزل هنا بينزل وكده يعني. فكانت العربية وقفت ونزلت ناس يعني وكده. هنا بقى كنا وصلنا تكرنس، عملنا البطاقة وكنا رايحين لبابا يعني الشغل. قلنا بقى نروح للشغل وكده نفاجئه. فروحنا كده الشغل، وده كان مكان الشغل. كنا قاعدين كده، قعدنا يعني 5 دقايق كده وقمنا ماشيين تاني. ده برضو كان مكان الشغل. دي حتة كده جنينة فيها ورد وحاجات من دي يعني، وشجر بقى وكده، شكلها كان تحفة الصراحة، فقلت اصورها لكم يعني. هنا برضو كان عند، كان في الشغل عند ماما، فعمه ده ربنا يخليه يا رب، قال ما انتوش ماشيين غير لما تشربوا حاجة، فجاب لماما كده شاي وجاب لنا ليسون انا ورميساء، فقعدنا كده وشربناه ومشينا على طول.
هنا بقى كده كنا خلصنا ونزلنا بقى كده. كنا ماشيين بقى، فضلنا ماشيين كتير. ورميسة كانت بتصور لكم بقى السوق والحاجات دي، كانت بتصور لكم كده الفاكهة والعنب والخوخ بقى والمانجا والموز والتفاح والحاجات دي يعني. انا كانت قاعدة اتصور كده، انا ناس بقى وكريز ومشمش. رميساء راحت كده عند الكريز وقعدت تصوره، وهنا بقى بطيخ، وهنا بقى واحنا ماشيين كده كانت قاعدة تصور برضو. هنا بقى بلاستيك مقشات واطباق و بلاستيكات يعني. رحنا بقى كده السوق بقى، وقعدنا كده لفينا في السوق شوية، ويعني ما جبناش حاجة يعني، اصلا احنا كناش رايحين نجيب حاجة، فجبنا حاجات بسيطة كده يعني، فاوريها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. هنا رميساء كانت قاعدة تصور بقى، وتصور ملوخية والرز وتوم، صور الهدوم برضه، ده محل بلاستيك تاني. ما شاء الله يعني، حاجاته روعة، حاجاته جميلة ورخيصة جدا يعني برضه. هنا كانت بتصور برضو الجاروف بقى والحاجات دي، كانت قاعدة تمسكهم كده، وصبانة وحاجات من دي يعني، كانت قاعدة تمسكهم وتوريها لكم. ما تنسوش اللايك بقى عشان خاطر رميساء. هنا بقى كده احنا اشترينا اللزق كده، بتلزق على الحيطة ورا البوتاجاز تقريبا او على البوتاجاز، اشترينا برضو. وهنا بقى شماعات بقى وشرشوبة اللي هي بتاعت المساحة دي يعني، وحاجات جميلة يعني. هنا بقى كده وقفنا عند القرص، اشترينا قرص برضو، كانت بتوريكوا يعني انواع القرص شكلها عامل ازاي. وهنا كروكسات برضو كانت بتصورهم كده. بقى احنا دخلنا السوق بقى، هدوم بقى وكل حاجة في السوق ده. رميساء قالت لي بقى صوريني كده وانا بلعب في مع القراميط. قلت لها يلا. هنا برضو بقى هدوم بقى قمصان وحاجات من دي. وبقى اطباق وكوبايات ومعالق وكل حاجة، كل حاجة في السوق يعني. يعني مش هعرف اقولها كلهم عشان كتر الحاجة يعني، مش هعرف. محلات برضه اهي، وهدوم واطقمة، توك برضه. التوك دي كانت رخيصة جدا يعني، التوكة كانت بجنيه فاشترينا 5. وده كده اشترينا كده 5، واشترينا برضو حاجات تانية، مشابك بقى وحاجات من دي. فعمو كان بيقول لي صوريني فصورته بقى. هنا ماما كانت بتنقي التوك يعني، فهي بتختار ألوان كده معينة، بتحب يعني ألوان معينة وكده.
صور جميلة يعني، ما شاء الله حلوين. احنا كده خلصنا، اشترينا توك بقى وكده ومشينا. برضو ماما كانت بتسأله على حاجة فما طلعتش عنده يعني وكده، وهنا كان موز. قعدنا بقى كده شوية، جبنا عصير قصب وقعدنا نشرب. ما بتقولكوا اتفضلوا معانا. هنا بقى كده كانت دي بندانات اللي بتحط كده تحت الطرحة، كانوا جمال برضو يعني، كانوا حلوين قوي، طالعين جداد يعني. فماما برضو اشترت ليا 3. هنا بقى كده ورد برضو، حاجات جميلة، ومفارش للنيش وحاجات من دي. اشكال الورد شكله جميل قوي والله الصراحة يعني. وهنا برضو كان شنط شكلها جميل، الواحدة كانت ب50 جنيه، 55 جنيه يعني، يا بلاش تحفة، او ب80 حاجة زي كده، جميلة برضو. وهنا برضو ده ميني دريس كده، اشكاله روعة برضو وتحفة. الطقم كان ب100 جنيه يعني، رخيص برضو وجميل جدا، جميل يعني الصراحة ما شاء الله. ودي هنا برضو دريسات وحاجات من دي برضو. ودي طرح برضو كده اشكالها جميلة برضو، بس مش عارفة والله الصراحة يعني، مش عارفة هما بكام يعني، بس حلوين يعني. هي ماما كانت بتقولي الدرس ده حلو كده، فقلت لها لا. فما جابتوش. رميساء هنا برضو اجت كده عند الشنط وقعدت تلعب في الشنطة دي. قعدت تلعب فيها كده وتتفرج على الحاجة وتوريكوا برضو. وهنا برضو ميني دريسات، برضو دريسات حلوة برضو جميلة برضو، كان الطقم ب100 وحاجة او 100 تقريبا يعني، ايه ما شاء الله برضو تحفة. والمحل يعني مش محل واحد، المحلات كلها رخيصة يعني وروعة ما شاء الله. كان بقى فيستات وبناطيل وحاجات من دي يعني. هنا رميساء كده كانت بتصور برضو الطواقي والحاجات دي والهدوم بقى وكده يعني. كانت بتصور عالمو بتاع العصير. هنا برضو كان فساتين بقى ودريسات، فساتين بقى أطفال صغيرة اللي هما اللي زي بتوع الأفراح دول. وده كان ورد برضو. كان دي اشكال كده بتتحط مثلا على كومودينو او اي حاجة يعني، شكلهم روعة يعني تحفة ما شاء الله، جمال عجبوني على فكرة. ده برضو كان جميل برضو، عجب ماما يعني، هما كلهم يعني جمال جدا يعني. وهنا كان سجاد برضو، كانت رميزة بتصور السجاد. وهنا برضو دريسات فيستات وحاجات من دي وكوتشيات، وكان دول عبيان يعني. هنا بقى كنا واقفين كده عند بتوع الاكسسوارات والحاجات دي،
فرميساء اشترت غوايش. وانا كده كنت قاعدة اوريكم الحاجات يعني وكده. هنا بقى كنا قاعدين كده يعني مستني هبطنا، فقعدنا ارتحنا شوية يعني ومشينا على طول. قعدت استريح شوية فقمنا ماشيين تاني يعني. بس بصراحة الجو كان نار يعني، الجو كان حر خالص. هنا بقى كنا رايحين عند الموقف عشان نركب. رميساء جابت الغوايش بتوريكو. هنا بقى ماما بتقول لكم اعملوا لايك واحنا راكبين كده العربية. كده احنا كده ركبنا العربية ومروحين. ده كده الطريق برضو كنت بصور لكم واحنا ماشيين يعني مروحين. هنا كده كنا قربنا يعني، قربنا شوية مش قربنا نوصل يعني، هنوصل يعني. كنا راكبين العربية كده، فحبيت بس اوريكم اللقطة دي ان رميساء نامت في العربية واحنا ماشيين، فحبيت اوريها لكم يعني. هي لسه ما شافتش اللقطه دي بقى تتفاجئ. هنا بقى كده كنا روحنا بقى وكده، وغيرت هدومي واتغديت، فقمت بقى ايه اوريكم الحاجات وكده. وده كان جبت، احنا ما جبناش حاجات كتير يعني، احنا ما كناش عاملين حساب ان احنا نروح نشتري وحاجات وكده، فجبنا بس حاجات بسيطه كده. وجينا يعني جبت كده القميص ده ب50 جنيه، 55 تقريبا. التلاتة بنفس السعر يعني، جمال جدا جدا يعني. سعرهم رهيب وقمشتهم جميلة برضو. فبلاش والله العظيم حلوين يعني. هنا كنت بسأل ماما هما بكام، فما كنتش عارفة يعني هما بكام، فقلت لها يعني. وهنا برضو جبت الفيست ده ب80 جنيه تقريبا او ب100 حاجة زي كده برضو. جبته برضو لرميساء وليا يعني في نفس الوقت. وجبت المفرش ده برضو كده، ده بتفرش على الترابيزة حاجة زي كده، جميل برضو يعني. وهنا برضو كده جبت الطرح دي، الطرحة دي جبتها ليا عشان المدرسة وكده. وما تنسوش برضو تقولي لي مبروك علشان نجحت الحمد لله. مفيش مبروك بقى ولا ايه؟ قولي له مبروك يلا. وجبت برضو الطرحة دي برضو كده، الطرحة ب20 جنيه برضو جميلة. وجبت برضو كذا لون يعني. جبت كده المساكة دي بتمسك التليفون يعني، وبتلزق في الحيطة وبتلزق في التليفون في نفس يعني نفس ليها من ناحيتين برضو زي بعض، فبتلزق ناحية بتلزق في التليفون ناحية بتلزق مثلا في المراية في على الحيطة وكده يعني، جميلة برضو. جبتها ب10 جنيه، جبت واحدة ليا وواحدة لرميساء، فاوريها لكم يعني بتلزق ازاي. رميساء كانت خايفة على التليفون لا يقع وكده، فكانت قاعدة تزعقلي. فبقول لكم حلوة يعني. جبنا بقى البتاع دي، اللزق ده بيلزق على البوتاجاز تقريبا وبيلزق على الحيطة برضو، حلو برضو ب25 جنيه تقريبا. وجبنا برضو المشابك دي،
وجبت ايه تاني، بقية الطرح برضو جبنا طرحتين برضو تانيين، جبت 4 طرح حلوين برضو، وجبنا التوك دي تاني برضو. لا دي مش توك، دي البندانات اللي وريتها لكم برضو، واحنا بنشتريها بتتلبس بقى تحت الطرحة كده. الواحدة ب10 جنيه برضو، جبت 3. وبعدين برضو التوك دي حبيت اوريها لكم برضو تاني. بقول لكم الواحدة بجنيه وكده. حلوين جدا يعني. يا رب ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويومك وده يومي كان معاكم يعني النهارده، يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك بقى كده حبيب قلبي، تدعمونا يا ريت يعني. دي برضو مفرش كده للمخدات والحاجات دي يعني، تحط على الركنة او الحاجات دي، فانا هوريكم برضو. جبت كده المخدة فبوريكم يعني بتتحط ازاي. اشوف لسه ايه تاني. جبنا بقى الغوايش دي. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكوا على خير الفيديو الجاي ان شاء الله يا حبايب قلبي، مع الف سلامة، باي.